مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الفساد في العراق وخطورة الاستمرار بالاعتماد على الاقتصاد الريعي، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، حياكم الله. يعني بداية، لماذا تتصاعد التحذيرات من استمرار اعتماد العراق على النفط في اقتصاده وموازناته في كل عام؟ حقيقة هذا الجانب هو ليس جديدا على العراق. نعم. اعتمد العراق عليه منذ 1927 في عملية استكشاف واستخراج النفط والعمل على تصديره. نعم. اعتمد عليه لغاية فترة زمنية قدرت بحدود حوالي 50 عاما. نعم. وبعدها فترة السبعينات ابتدت عمليات التوسع بعمليات الانتاج والاعتماد على انتاج مواد صناعية وزراعية وخدمية وغيرها. نعم. وتمكنت الحكومات بالاعتماد على تطوير الانتاج حتى لو كان الانتاج بسيطا متمثل بالصناعات الخفيفة البسيطة، رغم وجود الإيرادات النفطية. ولذلك العراق لاحظ بعد 2003 الزراعة وكذلك أيضا الإنتاج الصناعي وغيره من كل أشكال عمليات الإنتاج والإيرادات الداخلية، لاحظ لن نقل توقفت وإنما أصبحت قريبة من الصفر. فاعتمدت الحكومات منذ 2003 ولغاية اليوم على الإيرادات النفطية، وهذا يسبب شكلا من أشكال احتمالات الانهيار للاقتصاد رغم الارتفاع في أسعار النفط. ما هو السبب؟ لأنه لم يتم توظيف توظيف الإيرادات توظيفا حقيقيا مع الطاقة البشرية والعقل البشري في العراق. لم يتم استخدام الطاقة البشرية بشكل صحيح وتوظيفها مع هذه الإيرادات الداخلة إلى العراق، الذي يتمكن خلال فترة زمنية أقل من 10 سنوات أن ينهض وأن يكون من الدول، لن نقل من الدول الصناعية وإنما من الدول التي تعتبر ناهضة باتجاه الانتاج والاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات ولو بنسبة أكثر من 50%. ولكن هذا لم يحصل، ولذلك نلاحظ أي انخفاض حالياً في الطلب على النفط. نعم. سيؤدي ذلك إلى انهيار مالي واقتصادي بالعراق بشكل خطير. طيب دكتور، في هذا السياق يعني ما الذي يمنع الحكومة من تنويع مصادر التمويل للموازنة ودعم القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة؟ يعني سابقا كانت التمور العراقية تصدر حتى إلى أوروبا وإلى دول العالم، كذلك الصناعات. نعم. العراقية، كذلك التعديل، استخراج المعادن يعني في محافظات جنوب العراق في العمارة هناك، حتى الزئبق الأحمر في الغربية هناك الفوسفات. يعني لماذا يتم الاقتصاد اقتصارا فقط على النفط؟ حقيقة أول جوهر أساسي الذي يقف حاجز أمام تطوير العملية الصناعية وكذلك أيضا الزراعة هو انتشار السلاح في كل مكان وعسكرة الحياة التي أدى إلى شرعنة الفساد. يعني اعتماد كل القوى الحاكمة على أذرع مسلحة تحتاج إلى تموين، وهي ليست فقط في داخل العراق وإنما مرتبطة بأذرع مسلحة خارج العراق تحتاج إلى تموين. نعم. وهذا أدى ذلك إلى عمليات الاعتماد على الإيرادات النفطية والعمل على سرقتها بطرق أو بأخرى متمثلة بوجود مافيات الفساد بكل اتجاه. ولذلك نلاحظ حتى الأموال التي ترصد في الموازنات لعمليات الاستثمار يتم عمليات سرقتها بشكل أو بآخر، مع عدم وجود أي وضوح للمشاريع التي قدمت منذ 2003 ولغاية اليوم، أي بعد 20 عاما من عمليات التغيير ولغاية اليوم دخل العراق ما لا يقل عن 1.5 تريليون أو أكثر دولار، وهذه تكفي لبناء عراق جديد يناهض دول كثيرة حاليا. نلاحظ
وهي في طور النهوض وبناء البنية التحتية، طيب. ولكن عدم وجود أي شكل من أشكال المسؤولية الحقيقية وانتشار الفساد أدى إلى وصولنا إلى هذه المرحلة. وبنفس الوقت تنمر الدول الجوار، تنمر دول الجوار اقتصاديا واعتمادها على هذه الإيرادات، وآخرها كانت سرقة القرن التي قدرت ب 2.5 مليار، ولكنها يقال أنها لا تقل عن 6.5 مليار دولار. طيب هنا أيضا خطورة انخفاض الطلب العالمي على النفط، يعني حضرتك قلت أن اقتصاد العراق يعتمد بصفة كاملة على النفط، إذا انخفض الطلب العالمي على النفط في السنوات القادمة كما يقول معهد الشرق الأوسط الأمريكي أنه في عام 2035 سيتم الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة، ما أثر ذلك على الاقتصاد العراقي؟ حقيقة أي انخفاض لأسعار النفط أو الطلب عليه، العراق سوف لا يتمكن من دفع المرتبات لأكثر من 5.5 مليون موظف يستهلكون أكثر من 75 إلى 80% من الموازنات السنوية. فكيف إذا ما وصلنا إلى عام 35 والعراق يصبح بحدود حوالي 60 أو إلى أكثر من 60 أو 70 مليون؟ نعم. قد يكون هناك موظفين يتراوح عددهم 10 مليون، وفي هذه الحالة لا تتمكن أي حكومة في وقتها أن تفي بالمرتبات إذا انخفضت أسعار النفط أو انخفض الطلب، علما بأن العراق حاليا كما صرح وزير النفط قبل أكثر من 3 أسابيع أن العراق تعاقد من خلال الشركات العالمية على زيادة الإنتاج النفطي إلى 6 مليون عام 2027، ولكن هذا مرتبط بقرارات الأوبك، حيث العراق حاليا خفض عمليات إنتاجه بحدود حوالي 220 خلال العام الماضي. نعم. 220 من أجل هذا قرار للأوبك. كيف تسمح الأوبك أن العراق يتجه بهذا الاتجاه وهو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية؟ نعم. إذن هناك كثيرا من الحواجز والعراقيل، إضافة إلى عدم وجود التخطيط. طيب من أجل هذه جملة الأسباب التي ذكرتها دكتور، ما الذي يمنع العراق من طرح صندوق قومي تحت مسمى صندوق الثروة السيادية كما معروف ومتعارف عليه في بقية دول المنطقة؟ نعم، أنا العراق أثناء كورونا وانخفاض أسعار النفط حقيقة معاناة كبيرة جدا، بحيث حتى الحكومة صرحت أنها قد لا نستطيع، وهذا من خلال الوزير علاوي، أننا لا نستطيع من دفع المرتبات إذا ما استمرت عمليات الانخفاض، بينما الدول النفطية الأخرى كالسعودية، الكويت، الإمارات، عمان وغيرها من الدول العربية النفطية المجاورة تمتلك صناديق سيادية لم تتأثر وتمتلك إيرادات في هذا الصندوق كبيرة جداً توظف في عمليات الاستثمار سواء داخلياً أو خارجياً، بينما العراق ما زال لغاية الآن لم يفكر، وقدمت مشاريع من قبل شخصيات تمتلك الخبرة العالية في إدارة هكذا مشاريع كالصندوق السيادي، ولكن بصراحة لم تعر لها الحكومة أهمية ولم تتخذ بها أي شكل من أشكال القرارات، ولكن ما زال لغاية الآن الواقع السياسي المتوتر، الواقع الأمني الذي يهز كل مفاصل الدولة نتيجة لعسكرة الحياة لا تتمكن من النهوض بعمليات البناء والاعتماد على إيرادات خارج إيرادات النفط. نشكركم شكرا جزيلا دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان، شكرا لوجودكم معنا.